للعلم بذنب الأدب تنال أعلى الرتب عشت حياة العلماء وطرح صنوف الكتب وتم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس انتهينا تبلوغ الراقران حلقة دقدمي أفرفالة كتابة طهارة كيستي أبان كتابة أكنا جد رحمه الله تعالى. كتاب الطهارة باب الوضوء حديث ابن كينكار راقران حديثة صدمي لمفة وعن علي رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. علي بن أبي طالب الرؤدين فمي ربي إسرها جالته وأن أكات وضوء رسول ربي أكنجر. ومسح برأسه واحدة، مسح جتشون إن تمسح رسول ربي قيسي جامتاو فيه يوم تكو قفا قويز. ومسح برأسه أي على رأسه واحدة، على رأسه برأسه على رأسه جتو. هنا أتت في مكان الباء، أتت في مكان على بكسلا على جلنتي باء تنفو مالي في متى قويسون مرمى قويسا جتو إردتك أديلج. وليتطوفوا بالبيت العتيق، أكما ربنا أغرتني بيت العتيق إن طوافا جده مرم أغرتني يوكو يسم متامرك ويسن جده. حديثة كان أبي داود دباسي كتابة طهارة كيست لكو استئساء حديثة إبتكو في كل شن تنميذي لن كتابة طهارة كيست لكو يسي حديثة أفرتمي سدت نسائل لن كتابة طهارة كيساتي لا كويسي حديثة إساء سغلتمي جها ترميزين أغرتني حديثة كان عما جلي إر أغرتني باب وضوء كان كيساتي حديث نسحيني كان جلي رسول اللي أغرتني متى أفيق إيسان تكتي قفا مسحة واحدة متى قيسان مرمي اللي متى إراه الله كوامو فول اللي متى إراه الله كوامو متى قيسون كن أغرتني تيكو إرّا قيسي تدابي أن كن أغرتني لا في النربيت وصو أكا قيسا جلان كان متى اللي ديكا جلاني يروك الرافع ركو قبا مرمت بشان قلنا ما جيغا هجو نماتي تجيغا ربي فضلي أفيتنا أغرتني وضوء كيستي متى أكا فولا فرك ديكا تنسنيمي قيسو بيشتي أغرتني جيفتشو ربي كرانو قلي. وأن حديثة كان الرأر قلن مالن أنه لو غسل الرأس بدلا عن المسح لم يجزئ نمني تقوصو أغرتني متى إنو أغرتني قيساني هندك لكجل تاتي هنتاتو لأن فرضه المسح مالن درك أمني سكيس جلو لقومتي قيسو لا رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكنا جلا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد نمني دلقا تك دلقي دلقا أغرتني أمرين كي نرنجي ربي فولاني سريع جان مردود عليه كنافو بكسلا كوي سنسن هندي قد يوجد إسرى هنجيف فمو أما اللي متاكي ستي واجبني مال مرة ما تقو قفا أغرتني بل لا يزيد عليها مرة تقو قو تقو قفا ميتي دقونو يهنتيو
أما اللي شريعة واللافتون دفتيجو أكا فولا في هركة لكتا جدن سن متى لكتا جنة متى كويسا جدن هدي ابن كينا كيتانو حديثة صدومي صدفة وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر متفق عليه. وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. حديث عبد الله بن زيد نؤديسه ربي سرها جالته وانصف وضوء أكات وضوء رسول ربي ما الجدي عبد الله بن زيد يكوني ومسح رسول الله رسول ربي أقرتني كويس برأسه متاء في كويس فأقبل بيديه وأدبر أتشغر غالي هرك وفي تنغر السمو وفي أقرتني إيقسي دوبت تشدهم حديمني كبخاري مسلم حديث بخاري مسلم إيسا كيسا تباسا بخارين حديثا كان كتاب وضوء كيسات حديثا إبافي سدت تمشن مسلم كتاب طهارة كيسات حديثا لاكوزيسا إبلا ما في سد مشن. وفي لفظ لهما أما اللي رواية بخاري مسلم تبقى كيسات ما تجرى بدأ بمقدم رأسه فولدر متى إسا كانان إيقال رسول ربي حتى ذهب بهما إلى قفا حتى ذهب بما حاجة إيجاز يركب وفي لمانين أجد يمت إلى قفا قال كوش إيه وفي دوبة وفي تجد ثم ردهما إيجاز يركب وفي أي ديبس يركب وفي لمان إلى المكان الذي بدأ منه بك إرى إيجاز سند ديبس فأقبل بهما وأدبر يتشم على إيه مسح باليدين جميعا ولم يمسح بيد واحد حرك لمان جتشم كل ما حركة تكون كوي في نجتش تونه إفجر سره بدأ بمقدم رأس حتى ذهب بهما إلى قفا فالدرع قرتني متى إساء إيقالي إيقاسي أجي ديمي إيقاسي أجي ديبسا إرع قرتني تكت من ركويزا متى قرتني أجي ديبساني أجي ديبساني حديث علي كريب قرانساني نيلي ولندبو متى جتشونا إيساد بكري فينسي اتباهي آدا متى جانين يونا ميتش اللي كمتاني ساي الرالومي وكوانغرا غراتين ملايون الرالومي سنو مرتك ويسمالي رفينس الرهنجر وهنجنو أما اللي فايدان حديثة كان الرجل مالين أنه لابد من المس متاك ويسون والنفني فلو غسله بدلا أمسيه أكو مدرانو تاري أصوبك أغر تنيس لاك ويسان سنكري قطاتي يسران جيفهم ويسوك أبا مالي نمني دلغا اكربي ربي رسول بلا رفي دلغا مالي لكي بكسلا ديكان بكسلا كوي سنسان ديكاي جرا يوجدي ديقاتي سنت جي فچو هين قبو اما لو لما نغنين يجوز الاقتصار على مس الناصيه وهي مقدم الراس فول درا كان يوا كان تنيكا كوي سوتا تهين جي فتاج لما نغنين لأن المغيرة بن شعبة ثبت عنه أنه قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين رواية مغيران نؤدي السكيست وانصف وضوء أكاته وضوء رسول ربي سنرى سمو في اللي كويسي إماما ران اللي كوب ران اللي كويسي جتشو تجا خنرى فلتاني علمان قليم ماجان يوفو الدرك نكويسي نقايا أن هذه مسحة منفردة أم مسجد الإمامة ولكن من تأمل هذا الحديث نمني حديثة مغيران أم ودي السكن يوت إن تلني لا لن حديثة بالآل يولا لن تبين له أنه مسا على ناصيته والعمامة في وضوء واحد جميعا يروم قيسا جنسانو يو سمو في تللي قيساني إماما ران قيسا ملي سمو دراتنا قفتهن جيفاني عمامايو أغتني عمامايو أكا شريعات التمالة نجان إسران قويسان وفران كاسان ومعلوم أن من عليه عمامة لا يلزمه أن ينزعها حتى يمساها رأسه نمتقيو أمامان إسر جراته وفر التمالة جراته وفران كاسو إسمران مساها بل يمسو على ما ظهر منها وعلى الإمامة وان أغتني
إمامة جل جبه اللي مسهيت إمامة سن الراني اللي مسا وللركبة قيس ملأ وان أجرتني سموك فقيسهن كابو جتو هادي من التآلو حديث الصدم يفرفا وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وادخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه أخرجه أبو داود والنسائي وصاه ابن خزيمة حديث ابن عبد الله بن عمرو نؤدي سربي سرها جالته صفة وضوء أقرتني رسول ربي صفة وضوء رسول ربي نهيم قال ثم مسح برأسه متى أفي قوي سجد وأدخل إصبعيه إيقسي قبا أفي لما سباحتين إسي لما أقرتني قبا تسبيها قوت يوكان قبا يونما أرف سنمت أكيكان تنا لما هن سينسي سيقر أفي كيسا سينسي سي ومسح بإبهامي قبا فردا كان أقرتني إسا إن قوي سي ظاهر أقرتني قبا قرا كان قوي سي جتا حديث ابن أبي داود في كنا سئتي في كابن خزيمات أبي داود حديث كان كتابة طهارة كيستي لا كويسة حديث إبّة كوفي صدوميشان كيستي بعد سجرا نسأل لين كتابة طهارة كيستي حديث أقرتني جزء أولا حديث صفا أقرتني ترباطم أفريت بعد سجرا ابن خزيمات لا كويسة ابن النتبازي حديث ابن تقوفي لا كويس حديث ابن رتب عزيز ابن تقوفي ترباتني أفر حديث ابن كنية كتير أغرتني قررق ويساني رانو هماجرا قررقنا أغرتني قبا كيسا سينسيني كويسا قبا قدقنا نمو دوبايسا كويسا جتشونو كنا إبهام جتشون قبا قدقنا واني حديثة كان الرأى مال مشروعية مسح الأذنين قرق ويسو اللين كراغو الأميجي روضوء كيسد جتش علماء الراسعين أقرتني قرق ويسو اللين واجبة متراجي متمران بشان على ينفول نيذي كما متان قويسا سنين قرق اللي تقبل أكيد تقول رأى قرتنى كويسان اللي أكل أجيت كنا قبل ما نقول كيسا كياني قبل فرضا كنا أنا مو دوبا يسا كويسان أما اللي قرتنى جد ده بسني يقول رأى اللي قدي أوفون تكتني ما كويس أما اللي قرتنى اللي قدي أوفون أنه لا يشرع تكرار مثل ذنين جد ده بيقول قرتنى كراه يقول أني بشان الدال فولاني في بشان ما قرتنى قرآن كويسان سني اسمان متان قيسان سنين قرر اللي قيسان ظاهر الحديث أنه لا يأخذ ماء جديد لا يأخذ ماء جديدا لأذني وهذا هو الصحيح ظاهر الحديث أمال نمتك حديث بشان أقرتني حارة قرر في فلته يوهر كيسا كمتان قيسان إراتوري إراغو جمالي ماليف قرر متمر لك ومن حديث ابن التآن حديث الصدمي شنفة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه أبي هريرة رضي الله عنه ربي سرها جالة رسول ربي أكنا جانجي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم تكون كسيو دمك من نومه الربا يسائر رايوكي فليستنثر ثلاثا يروس هذه أغرتني فنيان وفي كيس بشان هاسنثر استنثار يجتش مالين إخراج الماء من الأنف بشان فنيان كيس ينثني قد يديبسو مالي فكيان فإن الشيطان يبيت على خيشومه شيطان أغرتني نما فنيان إسا قفة إسا كان كيس بلا سبحان الله والحديث متفق عليه حديث ابن بخاري مسلم بخاري حديث كان كتاب بدء الوحي كيسة أديسة حديث لا كيسا كم صديه في إبلا ما في شنتمي سقل مسلم كتاب طهرا كيسة أديسة حديث لا كيسا إبلا ما في
صدمي سدت حديث أنا كيس أنا متكويه هذي باكاي حاجة أقتني بشان فنيان في كيس سكية تيجي دي هذي بسوريان شيطان فنيان إذا كيس سبلا ربي إذا لافي زي شيطان كاسيتنا ما كيس سبلو دان ده وان حديث الرافول النمالين نمني هذي براكاي بشان فنيان كيس أنا كتيجي دي دي بسوق أبا كان راغتني نمي غريم ما فهل اخذ من هذا ان ازاله النجاسه لا بد ان تكون بثلاثه غسلات كان رافد اني اكو مايروس دي اغتني فنيان كست بشان نكته دي هذه بسجدان كان وان نجسه يودي ان الله يروس دي كو قبل تكتل الله بات ينن دي نيو جانو وانه لا يكتفي بالمره الواحده ولو زالت النجاسه ودون نجسه اللي دمت اغتني صديقون تعالى كان الرافل النجان يحتمل هذا وهذا يحتمل أن يقول إنه يقاس عليه بقية بقية النجان نجد إني مرتك أنا رتك يا سمو الليل هم لجان الأمان أما اللي أقرتني رسول ربي أكتنا مبرسي زوان قاري حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وان أقرتني نما برسيسا كان وان نما برسيساني في اللي نمتهما حكمين أغرتني واني بشان فنيان كيسا نقاط أغد ديبي ساجعني مالين شيطانة تؤتي كيسا بولا ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأن علمه بأن الشيطان يبيت على خيشومه لا يدرك بالحس كل ماليني نبي يما رسول ربي ذاتك أجلت رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكا إني فنيان ما كان كيسا سينيك أفين ما كان كيسا بول وحيين بيكوان بلاتن بي أن ظاهره عموم الأمر بالاستنثار في كل نوم هرم ومرا كيسا تموزيلا كمال كنيكم ولماني مالك تفلتره مرمع الكنتي وياتينا من ذفيك بشام فنيان سيزفتيك الدبسون كوني مروما ولتك أبتا جان ورغانين أكنا جان وانا أما اللي حديث كان هذا أرغان مالين وضوني أقرتني أن في رواية البخاري قيده بالوضوء حيث قال إذا استيقظ أحدكم من نومي فليتوضأ فليستنثر ثلاثا بخارين أقرتني حديثة واني بابا كان كيسا في دير نمني توكو هوايا بكاري كيستي نمني تقيو وضوءتي أغرتني بشان فنيان وفي كيسة سيني قد بسوق أباجان كان الرافلة بابا وضوءتي كيستي أبان كتابا في دودان دهي وانني في دودان دهي في كناب هادي من التعال أمو أغرتني حديثة أما اللي أبي هريرة رأوضي فمي ربي سر رجالته حديثة صدومي جهفان وعنه رضي الله تعالى عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم أبي هريرة ما جئ استيقظ أحدكم جنبي الرب تكون كيسا يوهر ربا إسائر راكي منهم فلا يغمس هنشوب هارك كيسا نكين يده هارك وفين نكين في الإناء قداوه كبشان قبو كيسا نكين حتى يغسلها ثلاثا هكي روسة دريكة تد ماليف فإنه لا يدري أين باتت يده هارك سائس سبلتجتشهم به نجيس الليبك نجيس الربول اللمل حديبني كبخاري مسلم قالوا لفظين كوني كمسلمي بخارين حديثة كان كتابة قرتني وضوء كيستي حديثة إبتكو في جهاتمي لم اتباز مسلم كتابة طهارة كيستي حديثة لا كويسيسا إبت لما في ترباتمي سدد معنى حديثة مالين وقوله لا يدري أي لا يعلم أين باتت يده حرك إساء السبل تجتهم به لا يدري أين باتت يده حرك إساء بك نجيسة لك بطوان بينه فهذا حرك أفيدك تطي بشان التحرك إنك إني جان من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا استيقظ من النوم فإنه لا يجوز أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا للنهي والأصل في النهي التحريم.
واني حديثا كان الرافع دان ارغن مالي نمي توكو يو هيري براكي اركو في قودا بشان كابو كيسنا كون انتوا قصدريك اتوتي الراد اوغاني جران اوغان كون حرام الرد قليلش حرام جتشو واني الراد اوغان حرام الراد اوغان اما اللي اكو مثلا انه يجوز يغمس بأضاء ايقا مو هركا ايرو صدريك اتو بشان هركا اتنك ايفو دون نقا اتشي بشان هركا ورابتشون اساب قاجتشو اما اللي أنه يجب تطير ما يشك في كونه نجسا وأن نجسته شك نمجي واجب لكو قبا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يدو هر كيسا يسبل تجتشو من بيهو وان شك بغتني لكو قبا جتشو سن الرافلا أما الذي إثبات النبوة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن مثل هذا لا يعلم بالحس وإنما يعلم لا يعلم بالحس وإنما يعلم بالوحي كن اللي نبي يما رسولا الرتك أجيلشا نمنا كنا نمبيك وحيين بيك مليوانا كنا إذ إن هذه حال الإنسان وهو نائم ولا يعلم أحد ماذا يحدث له نمت كل لوان سترقمهم بيكو إيه قرافي قالوا وحيين بيكني رسول لي وان هرك إسابك كبطهم بينه لكتشوك أبجال رسول لي أما اللي أكرتني واني نمتهم أنما برسيزا أما اللي نمني تكو وان أكرتني شكور رفقاتشوك أبا هرك إسابك كبطه وان هم بينه إروي الرب الراكي أصوب شان الترك النقين لكتشوك أبا إذا غمس يده في الإناء قبل يغسلها ثلاثا فهل يتغير الماء أم لا يتغير ويعثم أم لا يعثم أو لا يعثم إنما تكيو بشان أكنت دلقو لبي بشان الكيتنك وصنقة بشان سني هن جديرما نمت إما أسيا إما أسيا تايا مؤكمي هل كيتنك وصنقة بشان الكيتنك أن النحية يوك جن تاتي أن النحية للتاريف هو آثم أوغان كن حرام الرد أوغان يوك جن تاتي نمت إما أسيا وإذا قلنا للكراهة جبا يوكا جنتات ما سيان سنقب أما الماء فإن النبي لم يتأرض له بشان سن أمو مرتين إسامالتا بشان نميكي وصوارك النكاتين اتناك سن رسول لوان بشان سنين دبني سوامني أمو مالين بشان سن هرك إن اتناك في النجس طاهر متأي أكسي تجرا نجس ما نقرتني بشان سنين رتهن أرقمني في الحديث حديثة كيسا من لوان نجر مالين شريعة وان مراكز سجرتي وان تقول مامد عبادة كيست اللي يجرون ما مراكز ستوهين جرتي تكون ولهذا قال رجل مشرك لسلمان الفارسي اكا شريعة وان مراكز سجرتي نمي تكون نمي مشركة اغرتني سلمان الفارسي اكا نجي ايقال قافت سلمان الفارسي صحابة رسول ربيتي ربي سرها جالته علمكم نبيكم حتى الخراءة قال أجل رسول لي كيس النبيين كيس الحق أقرتني وان نجيسنا من رابيو كانان بيوتي وان مرسين برسيسي جنان ايه وان مرانو برسيسي جنين سلمان وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائل يقلب جناحي في السماء إلا ذكر لنا منه علما أبو ذر اللي ما جاء رسول لي ربي دو اجرا غرتني وان مرنو هيميا قالاتي اغرتني سماك سبررتو كولو في سماك ستو لي غغر غلچتو هغوان ازيتيم بيوتي رسول لي ربي نوحي مني جرني ابي ذر كان جدي ربي اسر حاجلتو حديث ابي ذر كان جدي كان احمد في اغرتني ورب قال لي اكطالسين لي اكبزار لي ابن حبان لي ودي سنجرن درسين تنا تابا اغرتني اسمت ابتي حاجة درسي اتعانتون ولت دي بنوتي والروان بارتت فايدا مربين حاتات يسو ربين علمي فايداك عبد المحابر سيسو والر حكمي شريعة بارتي اتفايدا ميق ويا آخران لي اتوفلوا ربين حاتات يسو حاجة درسي تاني ولت دي بنوت درسي بالآتي ولت دي بنوت نقاتر وآخر دعنا أن الحمد لله رب العالمين في كل نوم هرم ومارا كيسة موزيلة كمال كنيكم ولما أني مالك تفلت الرئي مروما هالكنتي قياتينا من ذفيك بشان فنيان سي صفتيك الدبي سنكوني مروما والدتك أبتا جان ولغانين أكنا جان إيه وانا أما اللي حديثة كان هذا أرقل مالين وضوني أقرتني أن في رواية البخاري قيده بالوضوء حيث قال إذا استيق أضاحتكم من نومي فليتوضأ فليستنذر ثلاثا بخاري أقرتني حديثة واني بابا كان كيسا في دير نمني توكو هوايا بخاري كيستي نمني توكو يو وضوء أقرتني بشان فنيان وفي كيسا سيني قد بسوك أباجل
كان الرافلة باب وضوء كيستي أبان كتابة في دودان ده وانني في دودان ده في كناب هذه التعال أمو أقرتني حديثة أما اللي أبي هريرة رأوضي فمي ربي سرها جالته حديثة صدمي جهفان وعنه رضي الله تعالى عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم أبي هريرة ما إذا استيقظ أحدكم جنبي الرب تكون كيسيوه الربا إسائر راكي من نوم فلا يغمس شوب هارك كيس النكين يده هارك وفي النكين في الإناء قدا وهيك بشان قبو كيسر كنكين حتى يغسلها ثلاثا هكي روسة ديريك أتد مالي فإنه لا يدري أين باتت يده هارك سائس سبل تجتشهم بيه نجيس الليبك نجيس الربول اللمل هديبني كبخاري مسلم قالوا لفظين كوني كمسلمي بخارين هديثة كان كتابة قرتني وضوء كيستي حديثة إبت القوفي جهتمي لم اتباز مسلم كتابة طهارة كيستي حديثة لا كويسي إسا إبت لما فيه ترباتمي سدد معنى هديثة مالين وقوله لا يدري أي لا يعلم أين باتت يده حرك إسا إسبل تجتهم به لا يدري أين باتت يده حرك إسا بكنيسة لك بطوان بينه فهذا حرك وفيري كتبت بشان التركه النكني جان من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا استيقظ من النوم فإنه لا يجوز أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا للنهي والأصل في النهي التحريم وأن حديثة كان الرافايدان أرقل مالي نمي تقيوه هربا الراكي الكوفي قدا بشان قبو كيسا نكون انتوى قصدري كتبت إرراد أقاني جرا أقان كن حرام الرد قليلش حرام جدشو وان الراد اوغان حرام الراد اوغان اما اللي اكوزان انه يجوز ان يغمس بعضا ايغا مو هركا ايروس ادريكات بشان هركا اتنكي فودو نيغا اتش بشان هركا ورابتشون اساب جاجتشو اما اللي انه يجب تطير ما يشك في كونه نجسا وان نجستهو شك نمجي واجب لكو قبا فان احدكم لا يدري اين باتت يدو هركي سائل سبل تجتشو من بيكو وان شك بغتني لكو قبا جتشو سن الرافلن أما الذي إثبات النبوة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن مثل هذا لا يعلم بالحس وإنما يعلم لا يعلم بالحس وإنما يعلم بالوحي كن اللي نبي يما رسوله إردتك أجيلتا نمنا كنا نمبك وحيين بك مليوانا كنا إذ إن هذه حال الإنسان هو نائم ولا يعلم أحد ماذا يحدث له نمت كل لوان ستأقمهم بك إيه غرفه قالوا وحيين بك أني رسول اللي وان هرك إسابك كبطهم بينه إكتشك بجال رسول الله اللي أقرتني واني نمتهما نما برسيزا أما اللي نمني تقو وان أقرتني شكر رفقات شكبا حركي سابق قبلت وان هم بينف إروي الربا الراكي أصو بشان الترك النقين تقات شكبا إذا غمس يده في الإناء قبل يغسلها ثلاثا فهل يتغير الماء أم لا يتغير ويأثم أم لا يأثم أو لا يأثم ينمي تقو يو بشان أكنت دلقو لبي بشان الكتنك أصو نقاتين بشان سني إن جديرما نمت إما أسيا إما أسيا تايا مؤكمي هركا يتنكي صواب بشان هركا نكاتين أن النحية يوكا جنو تاتي أن النحية للتاريخ فهو آثم أوغان كوني حرام الرد أوغا يوكا جنو تاتي نمت إما أسيا وإذا قلنا للكراحة جبا يوكا جنو تاتي ما أسيا نسان قبل أما الماء فإن النبي لم يتأرض له بشان سن أمو مرتين إسامالتا بشان نمت إما أسيا نكاتين اتنكي سن رسول لوان بشان سنين دبني سوامني أمو مالني بشان سنهرك إني تنك في النجس طاهر متي أكسي تجرى نجس ما نقرتني بشان سنردتهن أرقمني في الحديث حديثة كيسا من لي والنجر مالي شريعة وامر كيسا جرتي وان تقول مامي إبادة كيسا اللي يجرون مامر كيسا توهين جرتي تكون ولهذا قال رجل مشرك لسلمان الفارسي أكا شريعة وامر كيسا جرتي نمي تكون نمي مشركة أغرتني سلمان الفارسي أكنا جئي قافة سلمان الفارسي صحابة رسول ربيتي ربي سرها جالته علمكم نبيكم حتى الخراءة آل أجل رسول اللي كيس النبيين كيس الحق أغرتني وان نجيس نمر بيو كنام بيوتي وان مرسين برسيسي جنان إيه وان مرنو برسيسي جدين سلمان وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما
أبو ذر اللي ما جاء رسول ربي دعي جرى أغرتني وأما لنوهمي أغا اللاتي أغرتني سماء كيس بررتو كولو في سماء كيس تولي قرى قلتو هقوان إزيتي بيوتي رسول ربي نوهمني جلني أبي ذر يكنا جلي ربي إسرها جالتو حديث أبي ذر يكنا جلي كان أحمد في أغرتني وربي بالآل لي أكتعي عليسي اللي أكب الزار اللي ابن حبان اللي أديسني جلن درسين تينا تارا أغرتني أسمت ترابتي هذا درسي إتأنتون ولت دي بنوتي والروان برتت في هذا مربي حتى تسو ربي علمي فايدك عبد المحابر سيسو والر حكمي شريعة برتت إتفي دمي ويا آخر اللي إتوفل ربي حتى تسو هذا درسي تاني ولت دي بنوت درسي بالآتي ولت دي بنوت نقاترا وآخر دعنا أن الحمد لله رب العالمين. في الحديث حديث كيسا من لي والنجر مالي شريعة وامر كيسا جرتي وان تقول مامي عبادة كيسا اللي يجرون مامر كيسا تهين جرتي تكون. ولهذا قال رجل مشرك لسلمان الفارسي اكا شريعة وامر كيسا جرتي نمي تكون نمي مشركة اغرتني سلمان الفارسي اكا نجي قافة سلمان الفارسي صحابة رسول ربيتي ربي سرها جالته علمكم نبيكم حتى الخراءة قال أجل رسول لك النبيين كيسا حقا أقرتني وأن نجيسنا مرة بيو كان عن بيو تي وأمر يسين برسيزي جنان إيه وأمر نبسيزي جنين سلمان. وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحي في السماء إلا ذكر لنا منه علما. أبو ذر اللي ما جاء رسول لربي دعي جرى أغرتني وأمر نوهمي أغا اللاتي أغرتني سماء كيس بررتو كولو في سماء كيس تولي قرى قلتو هقوان إزيتي بيوتي رسول ربي نوهمني جلني جي أبي ذر يكنا جلي ربي إسرها جالتو حديث أبي ذر يكنا جلي كان أحمد في أغرتني وربي بالآل لي أكتعي عليسي اللي أكب الزار اللي ابن حبان اللي أديسني جلن درسين تينا تارا أغرتني أسمت رابتي هذا درس إتأنتون ولت دي بنوتي والروان برتت في هذا مربي حتى تسو ربي علمي فايدك عبد المحابر سيسو والر حكمي شريعة برتت إتفي دمي ويا آخر اللي إتوفل ربي حتى تسو هذا درس تاني ولت دي بنوت درس بالآتي ولت دي بنوت نقاترا وآخر دعنا أن الحمد لله رب العالمين. درسين تينا تارا أغرتني أسمت رابتي هذا درسي إتأنتون ولت دي بنوتي والروان برتت في هذا مربي حتى تسو ربي علمي فايدك عبد المحابر سيسو والر حكمي شريعة برتت إتفي دمي ويا آخر اللي إتوفل ربي حتى تسو هذا درسي تاني ولت دي بنوت درسي بالآتي ولت دي بنوت نقاترا وآخر دعنا أن الحمد لله رب العالمين. بنو الدرزي بالآتي ولدي بنو التنقاترا وآخر دعنا أن الحمد لله رب العالمين.